مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وبعض المناطق الوسطى، وأجواء حارة في عموم مناطق المملكة. أيضا هناك بعض الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، خاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا حارة في معظم مناطق المملكة. في المناطق الشمالية أجواء حارة، المناطق الشمالية الغربية 40 إلى 27، والمناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة، والعظمى 42 والصغرى 28، مع نشاط للرياح البوارح. وبالتالي هناك أجواء مغبرة خاصة في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية من المملكة وبعض أجزاء الوسطى. أيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة ومغبرة 41 إلى 33، والمنطقة الوسطى 43 إلى 31، والمنطقة الغربية 40 إلى 32، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر، العظمى المتوقعة 30 والصغرى 21 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 39 العظمى والصغرى 28، الشمالية الشرقية 42 29، والمنطقة الشرقية استمرار تأثرها برياح البوارح، وبالتالي أجواء مغبرة وحارة 42 إلى 34، والمنطقة الوسطى 44 إلى 32 أجواء حارة، وحارة الأجواء في المنطقة الغربية 40 إلى 32، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط بعض الأمطار في فترة ما بعد الظهر وما بعد العصر والمساء، العظمى المتوقعة 30 والصغرى 21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة في معظم المناطق إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية وأيضا الوسطى وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 40 والصغرى 29، 43 29 في المناطق الشمالية الشرقية، وأجواء حارة، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الشرقية 44 العظمى والصغرى 35، والوسطى أيضا حارة إلى شديدة الحرارة 45 إلى 33، وشديدة الحرارة حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الغربية 44 إلى 33، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط بعض الأمطار 30 إلى 22 درجة مئوية. يوم الأحد أيضا استمرار الأجواء الحارة، أو يوم الأربعاء عفوا، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى، وبشكل واضح بتكون شديدة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية والوسطى. أما المنطقة الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 40 والصغرى 29، الشمالية الشرقية حارة إلى شديدة الحرارة 44 إلى 30، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى، العظمى المتوقعة في المنطقة الشرقية 44 والصغرى 33، والمنطقة الوسطى 46 إلى 35، والمنطقة الغربية حارة إلى شديدة الحرارة 43 إلى 33، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة 31 إلى 24 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس استمرار نشاط الرياح، وهناك إثارة الغبار والأتربة في كثير من الأماكن، واستمرار الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى،
وأيضا الجنوبية الشرقية من المملكة. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 29، الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 46 و31، شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 46 إلى 34، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 46 إلى 36، مع نشاط للرياح وإثارة الغبار في المنطقة الوسطى والغربية، المنطقة الغربية 41 و31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة بعد الظهر وبعد العصر والمساء 30 إلى 21 درجة مئوية. أما يوم الجمعة، يوم الجمعة بنلاحظ أنه نهاية هذا الأسبوع هناك ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والوسطى، وأجواء شديدة الحرارة، أيضا هناك نشاط للرياح وإثار الغبار والأتربة، والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 40 والصغرى 29، الشمالية الشرقية 44 إلى 30، والمنطقة الشرقية 47 إلى 36، والمنطقة الوسطى 47 إلى 35، والمنطقة الغربية 41 32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 27 إلى 20 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة، شكرا وإلى اللقاء.